بس معانا في الاول الاستاذ احمد رمضان سكرتير عام نقابه الموسيقيين علشان نعرف منه القرار بتحويل الفنان عمر كمال. اهلا مساء بيك الخير يا يا استاذ فندم. احمد. مساء الخير يا استاذ ادوار. مساء الخير يا نفسي. مساء الخير على حضرتك. احنا لسه قافلين مع الفنان عمر كمال وقال ان مفيش اي حاجه تواصل حصلت بينه وبين النقابه وان هو ما قالش الكلام ده ومفيش اي حاجه تدل على انه قال كل الكلام ده كان على السوشيال ميديا وهو ليس له اي علاقه بهذا الموضوع. ايه راي حضرتك؟ والله لو هو فعلا كل الكلام ده على السوشيال ميديا فقط وده مش عن لسانه، يجيب الفيديو اللي هو ما قالش فيه كده وقال فيه الجمله الاولانيه بس اللي هي تمر وحليب فقط. طب بس يعني ايه يجيب الفيديو اللي هو ما قالش فيه كده؟ نعرف ان يجيب الفيديو اللي هو قال فيه كده صح؟ احنا صدر قرار بإحالته للتحقيق فيما نسب إليه. يعني لسه هيحصل تحقيق. طبعا 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 فهنحقق في الموضوع. الفيديو هل فيه الجمله ولا ما فيهوش الجمله؟ هل الكلام ده في السوشيال ميديا فقط ولا الكلام ده عن لسانه؟ كل ده مسار تحقيق. طب الفيديو ده موجود على السوشيال ميديا يا استاذ احمد وهو بيقول فيه كده؟ انا بصراحه ما شفتوش عشان ما اقولش كلام احاسب عليه. انا كل الكلام بلغني 1 2 3. عمر حصل منه 1 2 3. السوشيال ميديا بتقول 1 2 3. تمام، بس هل في حد من النقابه شاف 3. الفيديو يا استاذ احمد؟ الوضع بالنسبه لنا كاجراء احترازي لازم يبقى يحول للتحقيق لحين اثبات عكس ونتاكد من هل حصل منه ده فعلا ولا ما حصلش منه ده فعلا، خاصة إن الموضوع بقى شائك قوي والكلام بقى فيه كتير وموضوع المهرجانات زاد عن حد وكلامهم بقى بايخ وزيادة عن الحد يعني. تمام، طيب عشان أفهم بس الصورة كاملة وبرضو المشاهدين يبقوا فاهمين الصورة كاملة، يعني هو الفنان عمر كمال اتحول للتحقيق من غير ما نقابة الموسيقيين تشوف فيديوهات، مجرد من كلام طلع اتقال على السوشيال ميديا مش عارفين حقيقي ولا مش حقيقي، صح كده ولا أنا فاهمة الموضوع غلط؟ لا تمام تمام تمام، يعني ما حدش من النقابه شاف الفيديو لكن اتحول للتحقيق عشان كلام اتقال على السوشيال احنا ميديا. احنا في مجموعه، احنا قلنا قبل كده ان السوشيال ميديا بتلعب دور كبير في الموضوع. وان كل ما يحدث في السوشيال ميديا بيبقى عن الوضع الطبيعي انه بيبقى عن لسانها. ما بيبقاش ما اعتقدش ان كل المواقع هتكتب الموضوع ده وهو مش صحيح. لا بس بنشوف حاجات قد كده يا استاذ احمد فيك على السوشيال ميديا، دي الاشاعات على السوشيال ميديا اكتر من الحقائق. حتى لو هو فين يبقى التحقيق هيقول ان الموضوع فين، يعني كل واحد هياخد حقه في الاخر. بالظبط كده، لو هو كده يبقى احنا هنطلع زي ما قلنا احالته للتحقيق، هنقول لا ان الموضوع مش مظبوط وان الدنيا فيها 1 2 3 4 بيان بالحقيقه بالكامل، ان كان هو مدان او هو بريء. سؤال تاني بقى لحضرتك، كان برضو صدر وقف للفنان محمد رمضان بسبب الملابس بتاعته، هل ده حقيقي؟ هو مش إيقاف، هو إحالته للتحقيق من نقابته. ما هو محمد رمضان في قلب المجموعة دي الوحيد اللي محاصر، حضرتك تعرف ده كويس لأن أنت عضو نقابة وفاهم. أيوة. الوحيد ده عضو عامل في نقابه المهن التمثيليه. مظبوط. فالمفروض انه بموجب عضويته في التمثيليه بياخد تصريح من المهن الموسيقيه. والعضو العامل في المهن الموسيقيه من حقه ياخد تصريح من المهن التمثيليه، بس كل واحد نقابته اللي تحاسبه مش انا اللي هحاسبه. يعني انا لو هو موسيقي ونقابه الممثلين واخد منها تصريح واخطا، انا اللي هحاسبه مش نقابه المهن التمثيليه. نفس الوضع محمد رمضان اخطا، نقابته اللي تحاسبه وتقول هو مخطئ ولا مش مخطئ. الموضوع يجوز او لا يجوز، الموضوع صح او مش صح، يبقى هنا هيقول او لا. يعني هو دلوقتي برضه في وضع تحقيق لحد برضه دي حقيقه. اه دي حقيقه.
طب يعني موضوع الفنان محمد رمضان، يعني احنا فاهمين هو ليه اتحقق للتحقيق لانه عم خالف القواعد بتاعت نقابه الموسيقيين، ولكن انا لحد اللحظه دي استاذ احمد اسمح لي، انا مش قادره افهم ليه الفنان عمر كمال اتحول للتحقيق. يعني المفروض بنتاكد الاول من صحه الاخبار اللي بيتم تداولها على السوشيال ميديا، ولو اثبت ان في خطا ساعتها بيتحول للتحقيق. لكن ما لو كده، لو كل فنان كده هنحاسبه على الاشاعات اللي بتطلع عليه ونحوله للتحقيق، كده فنانين مصر كل يوم هيبقى بيتحقق معاهم. خليني مع حضرتك واحده واحده. اتفضل. يعني انا هاثبت ان ده صح ولا غلط ازاي من غير تحقيق؟ لا ما يعني هو وضع طبيعي. لا. لازم نشوف على السوشيال ميديا، نشوف ندور فين الفيديو. سهل ان احنا نعرف ده حقيقي ولا لا، ندور فين الفيديو. هقول لحضرتك، ما هو اللي هيعمل ده لجنه التحقيق، اللي هيتقصى ويشوف الموضوع ده صح ولا غلط لجنه التحقيق. فوضع طبيعي انه يتم احالته للتحقيق ويجي يحضر التحقيق ونشوف الموضوع هنا حصل ايه وما حصلش ايه، واللي مكتوب في الموقع ده ايه، واللي مكتوب هنا ده ايه. اذا هو بريء كده. هو بريء الى هو ان هو القاعده القانونيه بتقول ان المتهم بريء حتى تثبت ده. بالظبط، يعني هو ما فيش اي حاجه عليه وما هيستمر بعمله عادي لحد هو حاليا محل التحقيق. بس ده مش موقوف، هو مش موقوف. ده موضوع تاني. هو مش موقوف. هو عمر هنا، هو عمر ما جاش. عمر لسه مش في القاهرة. انا قصدي ان هو مش موقوف عن ممارسة العمل. بمجرد التحقيق، نشوف التحقيق، بيان التحقيق هيطلع هيتوقف. يعني هو دلوقتي لو نزل مصر وجات له حفلة من حقه يروح يعملها. مظبوط؟ استاذ احمد. ايوه استاذ احمد. انا الخط قطع. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا، قنوات الأسرة العربية.